مش عارف نعمل لك ايه بقى ده انتوا يا احمص يا احمص ايه سنبولة انت فين يا احمص ازيك يا سنبولة وحشتيني وانت كمان وحشتني ازيكوا ازيك يا امين حتو ازيك يا ست سنبولة عامل ايه ازيك يا في شاوي ازيك يا مزة ازيك يا رع ازيك يا سنبولة عاملين ايه الحمد لله احنا ايه هنقضي اليوم كله حوالينا ولا ايه طيب اصل الذوق ما حدش بيشتريه يعني ماشي احنا جنب بيبقى مكتسب ماشي احنا هنا لو وصلت اي حاجه في العصر ده قول لنا اتفضل بحييك على اختيارك الله يخليك عايش بجد يعني لا الله يخليك ها عامل ايه يا احمد ما فيش روحت لابوكي ابوكي قال لك قال لي مبهدلني ايه الطلبات اللي طالبها تعجيز كلها يعني مش عايزني ان انا اتجوزك وخلاص معلش ده هو كمان قال لي انه هيجوزني ابن عمي على الله يجوزك ابن عمك ده انا اقتلك واقتله انا بقول لك اهو طب اعمل ايه انا مش عارف انا اعمل ايه انا كمان مش عارف اعمل ايه يا جماعه يا جماعه ما تفيدونا يا جماعه امال بس اصحابي او انت ما احنا خايفين نقول لك راينا يا احمص تزعل مننا يا عم اخلص يا عم اخلص يعني هتسمع اللي هنقول لك عليه بلاش لونجير خش على طول بص بص يا احمص البت دي نعمل لها عمل اللي يشوفها يشوفها قرده اه قرده طب وانا اتجوز قرده ليه يعني يا عم صباح الفل ده صباع موز وشويه سوداني وتعش ده اكلها طول اليوم لا 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 انا برفض ان انا اشوفها ولا ايه يا احمص الناس بس اللي هيشوفوني قرده لكن اشوفك قرده انت هتشوفني غزال انا اشوفك غزال اه يعني انت تبقى قرده وانا اشوفك غزال اه يعني الناس شايفينك لا انا يهمني راي الناس طبعا وغزال ايه وقرون ماشيه لي في البيت رايحه جايه لا طبعا انا عندي راي تاني ايه احنا البت دي نسوق سمعتها ونقول ان مسيها بطال وبكده ما حدش هيبص في خلقتها اه ولا ايه ولا ايه ايه يعني لا طبعا مش كده اه مش كده لا يا سمعتك وحشه وانا اتجوزك وانت سمعتك وحشه لا والله انا سمعتي كويسه هو اللي بيقول كده مش عارف حاسس كده سمعتك مش قد كده يعني لا 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 الاقتراح ده وحش لا بص يا احمص بقى من الاخر احنا نجيب ميه نار ونرش على وشها بحيث ان احنا نشوه ملامحها ومحدش هيحبها خالص انت عنيف كل العصور ليه كده ايه الاقتراحات الزباله دي لا طبعا لا انا مش موافق يشوه وشك لا ولا ايه ولا ايه ايه يا احمص يعني ممكن يشوه حته صغيره كده لا يبقى شكلي وحش يا احمص لا 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 انا مش عايز منكم اقتراحات متشكرين قوي متشكرين متشكرين انت ما بتفكرش في حاجه انا ما فيش في دماغي اي حاجه طب ايه رايك اخطفك ونهرب نهرب ازاي نهرب نروح اي حته اي حته ابوك ما يلاقيناش فيها انا مش موافقه يا اما تيجي تتقدم لي قدام بابا يا اما ما فيش جواز طب ما انا بقول لك اتقدم لك قدام بابا لا ازاي نهرب نهرب ايه الكلام الفارغ ده يا جدعان يا جدعان انا احمص صعبان عليا قوي ونفسي نعمل له اي حاجه بصوا بقى انا جات لي فكره دلوقتي في دماغي وهنفذها دلوقتي يلا بينا يلا بينا لا مركزه مش مركزه في الراس ليه مركزه بقول لك اقسم بالالهه مركزه وماميه امي في تابوتها انت ما مركزه اتفضلي يا هانم خدي البوز شكشك مرزوقه تعالي جنبي شكشك مرزوقه تعالي جنبي تعالي جنبي تعالي جنبي تعالي جنبي تن 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 لا 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 مش قلت لك مش مركزه تن 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 لا 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 تن تن مش مركزه ليه في الرقص خميس انا عايز اقول لك على حاجه ايه انا بحبك ايه بس انا ما بحبكيش ما بتحبنيش انا بعبدك بعبدك خميس نعم انت عندك اي مطرح نتوى فيه عندي شقه مقبرتين وصاله في وادي حوف دي بعيده قوي دي في حلوان خلاص نقعد عند جدتي في المسله ضيقه نقعد على المسله ما يصحش نقعد في اي مكان نقعد في اي حته في عين شمس في المطرية إن شاء الله نقعد في الخصوص مالك بطني ثابت رايحة فين ورا المعبد يا دي النيلة على المعبد وسنينه Thank you.
فين؟ انتوا فين يا جدودي؟ جبتوني لغاية هنا وسايبيني ليه؟ سايبيني ليه؟ شفت الدنيا وقتنا كانت صعبة ازاي؟ ايوه صعبة، بس اكيد عندكم حل. احنا وقتنا اللي مفيش حل، مشاكلنا ملهاش حلول يا جدي. وانتوا كمان عندكم حلول، اللي هيدور هيلاقي. طب هيلاقي ازاي يعني؟ انت طب مش تظهر كده ما دام انا جيت لكم عندكم، تظهر وتكلمني يعني. انا صوت فقط فقط فقط. اكيد بيقبض ارخص. يا حموس يا حموس يا حموس. ايه ده؟ عاملين لك مفاجأة كبيرة قوي يا حموس. ايه اللي انتوا جايبينه ده؟ سنبولة. سنبولة؟ ايوه. انتوا جننتوا؟ اه. ولا يمكن ده الحل؟ ممكن يبقى ده الحل. ايوه. جايبين سنبولة هنا؟ أيوة. هنا في الشوال ده. جدع خطفتوها من أيوة جدها؟ طب بالراحة 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 عشان ما تموتش. افتح لها افتح لها افتح لها. تعال يا سنبولة. بيه يما. ده سنبول اخو سنبول الاهبل. عبوتشا والزبيدة حلوة والزبيدة حلوة والزبيدة. انتوا ايه اللي عملتوه ده؟ ايه يا سنبول؟ انتوا جبتوه ازاي؟ جبتوه من سيري سنبولة. انت ايه اللي نايمك في سيري سنبولة؟ عشان انا بليت المرتبة بتاعتي. تروح تبل مرتبة اختك؟ عيب. معلش. طيب دلوقتي ممكن تساعدني ان تروح لابوك وتقول له ان احمص عايز يتجوز سنبولة؟ حاضر، بس بابا قال اللي يتجوز سنبولة لازم يكون بطل. انت بطل؟ طبعا بطل. جرى ايه يا سنبول؟ انت ناسي ان انا بطل؟ اما العيال دول كانوا بيزقلوك بالطوب، مين اللي قال لهم يزقلك بالطوب؟ انت. يبقى بطل ولا مش بطل؟ بطل. طيب فاكر لما كان معاك ورقة بردي راح هما سرقوها منك، مين اللي قال لهم يسرقوها؟ انت. يبقى بطل ولا مش بطل؟ بطل. بس انت خدت العجلة بتاعتي وبوظتها لي وكسرت لي الجنزير. مش انت العجلة بتاعتك كانت سليمة؟ اه. مين اللي كسرها وبوظ الجنزير وكسر الجدون؟ انت. يبقى بطل ولا مش بطل؟ بطل. طيب اهو بس كده ناقص حاجة واحدة. ايه؟ انت قلت لي انت هتحكي لي حدوتة. انا قلت لك احكي لك حدوتة؟ اه. احكي لك حدوتة ايه؟ العصفور والبلبل. ماشي، احكي لك حدوتة العصفور والبلبل. ايه ده؟ ابو سنبل جه. الملك ابو سنبل جه. الملك ابو سنبل. الملك ابو سنبل جه. سنبل يا بابا. ثانيه واحده بس. سيبه شويه يا عم ابو سنبل. مش قلت لك ما تلعبش مع احمد تاني؟ حاضر. يلا امشي. سيبه شويه يا عم ابو سنبل. اليوم خلص. سيبه يقول لي حكايه البلبل. اليوم خلص. سيبه شويه يا عم ابو سنبل. اليوم خلص. سيبه يقول له حكايه البلبل. يا ابني اليوم خلص. والزبيده حلوه والزبيده حلوه يا عبوش. صغير عنكم. بص يا احمص، ابني ده عبيط، ما تلعبش معاه تاني. انا ما بلعبش معاه، انا مش عايز حاجه من ابنك، انا عايز بنتك وتقدمت لك عشان اخدها منك. بنتي دي بالذات بقى ما تلعبش معاها ولا تتكلم معاها، دي مش هتتجوز غير بطل. لا انا مش هتجوز غير احمد. اخلص يا بنت. جدع يا بنت جدع. وبعدين انت لو بتدور تجوز بنتك لبطل، انا بطل. انت بطل. ايوه. فاكر الاسد اما جه هجم عليك ايه اللي حصل؟ الحراس قتلوه. مين اللي بعت الاسد؟ بطل. ها؟ بطل ولا مش بطل؟ بطل. فاكر المعبد لما كان هيتهد عليك مين اول واحد جري؟ انت. يبقى بطل ولا مش بطل؟ اه. ايه ده؟ ده العبط وراس عندكم في الواد وابوه يعني، ولا انت ايه؟ لا لا انا سليمه. ها؟ سليمه. مش عارف كده. ما تلخبطنيش يا احمص، انت ما تقدرش تتجوز بنتي، انت تقدر تعيشها في مقبره على البحر؟ تقدر تخليها تقضي شهر العسل في القريه الفرعونيه؟ يعني انت بتعجزني. والله بقى لما تقدر على طلاقتي تبقى تتجوز بنتي، لكن قبل كده لو قربت لها هحنطك. يلا قدامي. لا ايوه قدامي يا احمص. طب بص افهمك. وانت تعالى لي انت هنا. تعال تعال افهمك. تعال انت هنا. سموك افهمك. افهمك. ثانيه واحده يا احمص لو سمحت. حاضر. انت شفت لنا طريق تاني تروحنا منه يا باشا؟ انت شفت الزحمه؟ ايه انزل من بيتنا للشغل في 1500 سنه؟ ده انا طولت في الطريق يا اخي. يا باشا انت اللي اصريت ان احنا
عارف ان دي ساعه ظهريه وساعه خروج موظفين؟ طب ما انت عارف ان انا ما بعرفش اعدي من فيصل والهرم، كلهم كباريهات ونيله، العيال بتقعد تشد شيبه فاكرني شغال هناك. نقفل لك يا باشا الكباريهات دول. اقفله. تعال انت بقى، انت تعال. ايوه انت يا اخويا تعال. ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا تشد؟ انت اسمك ايه؟ انت مين؟ انا حمش. حمدي؟ في فرعون اسمه حمدي؟ عشان الناس تضحك اعمل ايه؟ انت ايه اللي جابك تشد معانا ده بمنظرك؟ ما انا اقول لحضرتك، انا ابويا كان هو اللي بيشد. أي. وعي النهارده فجابنا شد مكانه. وانت ابوك بقى يعني يبعت دراعه عشان يشد؟ مش شوف لنا حد كويس؟ الله يسامحك يا فرعون، على فكره انا طالب وخريج قصر عين شمس. يلا يلا الواد ده اخر مره يشتغل معانا. يلا يلا انتوا كلكم اخر مره تشتغلوا معانا. اكيد. يلا شكرا على الله، شكرا على الله، شكرا على الله، ذكروا على الله اللي يجيبكم في عرض تاني. قلبي ماله؟ حب خلاص. خميس. ايه؟ انا عايز اعترف لك على حاجة. في ايه؟ انت انقذتني من الطريق اللي انا كنت ماشيه فيه. طريق ايه؟ طريق الكباش. ايه؟ سيبك من طريق الكباش اللي عيني. خلاص انت هتشتغلي معايا وهنعمل الرقصه اللي هنكسر بيها الدنيا. ايه الحلاوه دي؟ انا مش مصدق المستوى اللي انت وصلتي له. كل ده بفضلك انت يا خميس. بقولك ايه؟ ايه؟ انا هتجوزك ونجيب عيال ونعلمهم احسن علام وندخلهم مدارس زوسر سكول للغات وتشتغلي معايا. فين؟ في شارع الهرم. بينا ورا المعبد. ايه ده؟ شفت يا ابن خميس؟ شفت بتعمل؟ شفت راحت عامله رجليها ازاي؟ ما طلعتش من ادم، طلع الكاوتش. طلع الكاوتش عشان كده منفوخه. بقول لك ايه، اموت واعرف الناس دي بتعمل ايه ورا المعبد. الهكسوس جايين من ورا المعبد. الهكسوس جايين من ورا